بكل صراحة انضربنا، ولكن ما أول شيء عمرنا ما انضربنا ظلم، دائما عاملين صراحة. خلينا نعترف هسا إحنا الطلاب يعني إلا نكون عاملين ذنب، وبناء على الذنب نأخذ العقاب المناسب، وبعديها ما نرجع نعمل هذا الذنب، ندور شوية ذنوب جديدة. كان معي بربيش أبيض، وكل الطلاب اللي مروا بيعرفوا هذا البربيش، وحتى بالفترة الأخيرة أطلقوا عليه اسم بيك ون، تذوقوه وتمتعوا. إنه بيعاقبك فعلا زي والدك، يعني بكون هكلان همك على مصلحتك، هذا الذنب ما تعيده. فكان حتى ضربه ما كان إنه ضرب بده يؤذيك، يعني لا، ضرب يعني لغايات التأديب الردع. وحتى الأهل بيكونوا معطين الأستاذ ضوء أخضر، طبعاً اعتبروا ابنك، في جملة كانوا دائما يحكوها، اللحم إليك والعظم منه. ما كنا ننظر للطلاب إلا زي ما بنظر لأولادي. كنت أتعامل مع الطالب، مع ابني علي والإخوان طلاب، كيف أنا بعامل ابني يحيى، بعامل ابني إبراهيم، بعامل ابني إسماعيل، نفس الطريقة ونفس الأسلوب. إذا قسيت على يحيى بقسي على الطالب، وإذا وجدت القسوة لازمة بقسي، وإذا وجدت الرحمة والحب والحنان أفضل بقدم الحب والحنان. كان الأستاذ زكريا يطلع يمشي بين الطابور وشايل البربيش بيده، واللي يحكي يتناوله، وماشي بيننا وبحكي، هو ماشي بيحكي بصوت يعني يسمعه ألف طالب. انت آخر إشي الساحة تنضبط انضباط تام، وفعلا لما إذا بترمي الإبرة بتسمع رنتها. مش إنه نقول لك إنه منشجع الضرب، ولكن الضرب إحدى أنواع العقاب، اللي يعني الضرب اللي خفيف، مش الضرب اللي فيه أذى. يعني اليوم اللي ما تيجي لابس فيه زي مدرسي تتعاقب، مستحيل بعدين ترجع بلا زي. فكان العقاب يجيب صدق النتيجة. يعني الهدف التقويم في الأول والآخر، عندك سلوك خاطئ أنت بدك تقومه، كيف الطريقة اللي بدك تقومها حسب أنت وجهة نظرك، ومش كل شيء يستعمل فيه الضرب.